إلى أستاذنا الدكتور أسامة. ربنا ينفعنا بيك إن شاء الله وبكلماتك الطيبة يا دكتور أسامة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاسمحوا لي أن أجعل كلمتي تدور في فلك عدد من الأمور بحيث يأتي الكلام مرتبا في عدة نقاط. النقطة الأولى مفتاح الخير ومجمع البر، والذي اجتمعنا في هذه الأمسية الكريمة وفي هذا الجوار الكريم بهمته وبدعوته وبسعيه حبيبنا وصديقنا السيد الدكتور حسن راتب. لك مني خالص التحية والإجلال والتقدير والمحبة، وقد عرفناك فأحببناك ابنا بارا لوطنك مصر، ولك الأيادي البيضاء في ربوع الوطن، ونحن نتشرف اليوم بحضور الكوكبة من شيوخ سيناء الأبرار، فلقد ربطك الله تعالى ربطا جليلا بأرض سيناء الطيبة المباركة، لتظهر هناك هممك ولتظهر هناك أنفاسك التي تلتقي بأنفاس الكرام والأكابر من أبناء مصر الأبرار من عظماء رجال سيناء. هنالك تلتقي الهمم بالهمم وتلتقي الأرواح بالأرواح. دكتور حسن راتب، الليلة دعوتنا لنجتمع في رحاب سيدنا الإمام أبي عبد الله الحسين في أيام مولده الشريف، ودعوتنا لنجتمع في مكان أقام فيه سيدنا وإمامنا الإمام العلامة المفسر العارف الولي التقي الصالح، زينة علماء الأزهر الشريف ولسان الأزهر الممدود بالبيان، المعرب عن معاني كلام الله جل جلاله بأحسن بيان، سيدنا ومولانا الإمام الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي. دعوتنا لنجتمع في رحابه فازدادت الدعوة رونقا على رونق وبهاء على بهاء وجمالا على جمال. أردت في النقطة الأولى أن أقدم لشخصك الكريم كل المحبة والإجلال والسعادة بتلبية هذه الدعوة الكريمة، والتي ليست بمستغربة عن هممك وعن أياديك البيضاء. النقطة الثانية، أننا أيضا ممن أيد الله تعالى هذا المجلس بهم ونفح الله تعالى بهم هذه الجلسة، سيدتنا الكريمة الحجة ياسمين، ولقد جمع الله تعالى لها المكارم من أقطارها، وكان الشاعر يقول: ولو كل النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. سيدتنا الحاجة ياسمين، والتي هي فرع كريم من دوحة كريمة انتسبت إلى القرآن الكريم وارتوت به، فلما أن أذن الله تعالى لأنوار القرآن الكريم أن تمازج أرواح هذه الأسرة الكريمة، تدفق القرآن الكريم على ألسنتهم غضا طريا كما أنزل. فإلى روح سيدنا وأستاذنا الأستاذ الكبير الشيخ محمود خليل الحصري والدكم الكريم، والذي كان رضي الله تعالى عنه دوحة قرآنية مصرية أزهرية أطربت مسامع الدنيا بترتيل الذكر الحكيم وبتلاوة آياته، ولقد كان ذلك الزمان المبارك زمانا اجتمعت فيه في أرض مصر شموس الإمام الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي علما وبيانا وتفسيرا وذوقا وولاية وصلاحا، سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري تلاوة كأنها لحن يتحدر من أبواب السماء، ثم نضيف من وراء ذلك عشرات ومئات من نجوم ذلك الزمن
حدث ولا شئت عن الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود، حدث ولا شئت عن سيدنا الإمام الكبير الشيخ صالح الجعفري، حدث ولا شئت عن سيدنا الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم، حدث ولا شئت عن الشيخ سيد النقشبندي، حدث ما شئت ولا حرج على المداح الكبير المنفوح بيقين الحاج عباس الديب، حدث ولا شئت عن سيدنا الشيخ أحمد رضوان، عن سيدنا الشيخ عبد السلام أبو الفضل، من أذكر ومن لا أذكر من أئمة الهدى الذين تزاحمت شموسهم في نفس الحقبة وفي نفس الزمن فترصعت بهم سماء مصر علما وذكرا وولاية وصلاحا وتلاوة وإنشادا. زمان شريف اجتمعت فيه تلك الشموس في سماء مصر الطاهرة، ونحن اليوم في حضرة كريمة تروى بندى تتناقله الأزمان والأنفاس الطاهرة من أنفاس تلك الأرواح الطاهرة الكريمة. هذا المكان الذي نحن فيه أقام فيه سيدنا الإمام الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي قرابة 20 سنة، 30 عاما من عمره وهو يقيم بين هذه الجدران، وتشهد منه تسبيحه وتشهد منه توجهه وتشهد نزول الإمداد والنفحات والفتح عليه. وأذكر هنا قصة تقرب المعنى. كان أحد الصالحين في سياحة فنزل مرة في قرية من القرى فاستوقفه منزل من منازلها لمح فيه بارقة نور، فضرب خيمته وأقام وظل يراقب أهل هذا المنزل في دخولهم وخروجهم، فوجد فيهم نفس الصلاح لكن ليس بذلك السطوع الذي يبرر النور الذي يراه في منزلهم. ففطن له أحد جيران المنزل وقال له أنت جاي من سفر ورحالة من أهل الله الذين يقضون العمر في سياحة وسفر، أنا ملاحظ أنك أنت ليك فترة أقمت وتراقب المنزل. قال له أنا أراقب المنزل. قال له أنا أعرف ما تبحث عنه، أنت بتدور على شيء معين في هذا المنزل ولا تراه في الحاضرين من أهله، اعلم أن هذا المنزل مر عليه وبات فيه ليلة الإمام الجنيد قبل 100 سنة. ليلة واحدة، ليلة واحدة تفتح فيها أبواب السماء بالتجليات والنفحات والفيوضات والعطاءات المنزلة من حضرة التجلي على قلب عبد ولي صالح مقبول كسيدنا سيد الطائفة وإمام الصالحين ورأس الصوفية سيدنا الإمام الجنيد، يتلقى فؤاده فيض الحضرة الإلهية وهو في ذلك المنزل، فيبقى النور بعده 100 سنة بل يبقى إلى يوم القيامة، وجدران المنزل تتلألأ بالأنوار عند أهل البصائر. فمكان شريف أقام فيه سيدنا الإمام الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي 30 سنة من عمره الفسيح الممدود المنفوح، وله إلى الله تعالى توجه وللمولى عليه تفضل وتجلي. بلا شك هذا المكان من أشرف الأماكن وأنورها. إذن كانت رسالتي الأولى إلى حبيبنا وصديقنا الدكتور حسن راتب، كانت رسالتي الثانية إلى الحاج ياسمين، كانت رسالتي الثالثة إلى المكان، إلى الجدران التي رويت وسقيت بأنفاس عارف بالله، ظهرت أنفاس وأنوار عرفانه تجديدا وألقا في الإبانة والإعراب عن معاني الكلام الإلهي القديم. ثم أمضي في توجيه بقية الرسائل إلى سيدنا صاحب حضرة الإطلاق، إلى سيدنا الإمام أبي عبد الله الحسين الذي جمع الله تعالى له من المفاخر ومن المآثر ومن العطايا ومن الأقدار العلية
ومن الهمم السنية، بل وجمع الله تعالى له مقاما مفردا في المحبة لا ينبغي لأحد من بعده قط، إذ يجري الله تعالى بالوحي الشريف على لسان الصدق والنبوة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: حسين مني وأنا من حسين. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الله من أحب حسينا.